رجعنا لكم من جديد ووصلنا لفقرتنا الطبية لحلقة اليوم، وهي تعنى بموضوع باعتقادي أن أصبح شائع جدا في الفترة الأخيرة بين الرجال على اختلاف أعمارهم، وهو موضوع الصلع، والذي سوف نتحدث عن أبرز الطرق لمعالجته أو زراعة الشعر بشكل خاص. نعم، وللحديث عن هذا الموضوع بشكل عملي مفصل يسعدنا استضافة أيضا الدكتورة مريم المنصوري، مؤسس ومدير المركز التركي لزراعة الشعر بدبي. بداية، صبحت الله بالخير والسرور. صباح النور. هل فعلا الحين يعني نشوف أن الصلع مشكلة صارت تعتبر وهي شائعة عند الرجال، وهل أصبحت يعني موجودة بكثرتها رغم تفاوت الأعمار؟ الصلع موجود، لأن في عندنا أنواع الصلع الوراثي، بس إحنا في الزمن الحين صار ستريس وصاير ضغط العمل وضغط الحياة سبب تساقط الشعر. فإحنا أنشأنا هالمركز، وهو الأول من نوعه في العالم، لأن دائما المراكز أو عيادات زراعة الشعر تكون إما في مستشفيات أو تكون في مراكز تجميل. فإحنا أسسنا هالمركز أساسا، شفنا أن ما في هالخدمة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وأسسنا على أساس أن تكون صحيحة الطريقة الصحيحة. يعني إحنا ما عندنا خبرة زراعة الشعر، استوردنا الخبرة، يعني اتفقنا مع أطباء خبيرين كبار في السن لهم باع في هالحقل 25 سنة، والحمد لله أنهم رضوا أنهم يتعاونون معنا، وأسسنا هالمركز، والحمد لله طلعت نتائج حلوة، والحمد لله أن الجمهور جدا رحبوا فينا، لأن لاحظوا أن في إشراف عربي، لأن المريض لما يدخل العملية دائما يتمنى أن يكون حد عربي يفهم عليه يتكلم معه. فالحمد لله أن هذه الخدمة توفرت في دولة الإمارات في إمارة دبي، فكنا إحنا السباقين. وللعلم ثاني مركز متخصص لزراعة الشعر بعدنا أنشئت بست شهور في أوروبا، في إسبانيا أكشلي. الدكتورة، ماذا نعني أو نعني بزراعة الشعر، وكيف طبعا تتم، وما هي تقنيات زراعة الشعر الحديثة؟ نعم، إحنا لما سوينا هالمركز اعتمدنا أحدث تقنية، وهي تقنية الاقتطاف، اللي هي FUE. FUE هاي أحدث تقنية، قبل سابقا كان عندهم FUT. FUT هاي عملية تقنية الشريحة، يأخذون قطعة من فروة الرأس ويدخلونها المعمل، والفني يطلع البصيلات منها. كانت جدا مؤلمة للمرضى، وكان المرضى، في بعض المرضى أنا أعرفهم أنهم ما كملوا زراعة الشعر بسبب الألم. في 2002 العلماء اكتشفوا تقنية الاقتطاف اللي هو FUE اللي الحين احنا معتمدينها. هالعملية الحمد لله ما فيها ألم، ما فيها سكار، نتائجها جدا رائعة، وفي ناس كانوا مسوين FUE الشريحة يردوا عنا سووا الاقتطاف، وكنت أسألهم شو الفرق، كان يقولون يعني احنا جدا تعذبنا في الشريحة. والحلو في الموضوع احنا لما نشتغل على البيشنت يقولوا لنا انتم قاعدين، يعني من كثر ما يكونوا مرتاحين يقولوا انتم تسوون مساج، او بعضهم يدخل في نوم ينام يعني ما يحس، مع ان هي البنج اللي نستخدمه بنج موضعي. طيب، هل عملية زراعة الشعر مع هذه التقنيات الحديثة اصبحت مضمونة النتائج، والمدة الزمنية للحكم على النتيجة في الاخير كم هي؟ نعم، احنا ممكن نقول نسبة النجاح العملية كبيرة، لان في الطب ما نقدر نقول مضمون، في الطب ما في شيء اسمه ضمان، بس نسبة النجاح جدا كبيرة، خاصة ان احنا ناخذ البصيلات من منطقة مقاومة للتساقط اللي هي المنطقة المانحة. اذا تلاحظون الناس يسوي لهم صلع من مقدمة الراس، بس المؤخرة او خلفية الراس ما يطيح الشعر. ليش؟ لان الصفات الوراثية اللي فيها وطريقة الخلق اللي خلق هالمنطقة أن البصيلات تكون مقاومة للتساقط، يعني مقاومة للهرمونات الذكرية. فإحنا كعلماء كنا ناخذ البصيلات من هالمنطقة ونزرع إعادة ترتيب هالمنطقة اللي ما فيها شعر. فبما أن إحنا شلينا من منطقة، يعني لما نشيل البصيلة من منطقتها نشيلها بنفس الصفات الموجودة فيها، يعني لما نزرعها هي تكون بصيلات شعر مقاومة للتساقط. أما بالنسبة للمدة، أول ما نزرع الشعر طبعا
الشعر السمبر على دورة حياة. يعني الشعر احنا زرعناه البصيلة، في فرق ترى بين الشعر وبين البصيلة. البصيلة عبارة عن نسيج، احنا نزرع نسيج، فلما احنا زرعنا هالبصيلة مع النسيج مالها فالشعر اللي فيها لها دورة حياة تطيح. يعني اول شهر الشعر اللي زرعناه الشعر اللي يشوف المريض يطيح، ثاني شعر يبتدي يطلع نقاط صغار، ثالث شعر يبرز، رابع شعر تشوف الشعر أول وزادت الكثافة، وبعدين شهريا تزداد. النتيجة المبدئية بتشوف شهر ستة يعني شهر السادس تشوف فيه يعني ما شاء الله فوليوم، بس النتيجة النهائية والزيادة الكثافة مدة سنة، بعد سنة الإنسان لا يتوقع أن الكثافة رح تزيد. دكتور، النصائح المتبعة من قبل مراجعيكم قبل وبعد زراعة الشعر؟ طبعا احنا هي نعطيهم النصائح او الاجراءات، تقصدين يمكن تقصدين الاجراءات. الاجراءات احنا نتبع الاجراءات الروتينيه لاي عمليه تتسوى قبل بالبنج الموضعي، اللي احنا ما نسوي بنج العام. فطبعا البيشنت يينا نقول له مثلا يلبس القميص اللي يقدر يفتحها، انه ما يخاف. العمليه الزراعه صايره جدا سهله ومش مؤلمه، واحنا عندنا ورقه نعطيه للبيشنت فيها وايد انستراكشن، فيها تعليمات قبل الزراعه يقراها واي سؤال عنده يسالنا، وبعد الزراعه بعد نعطيه ورقه فيها، لان انا ما اقدر اقول لكم ارشاداتها طويله ترى، فلان هاي الاشياء البسيطه كلها يسالون، فنعطيهم بعد الورقه مكتوب فيها التعليمات اللي بعد الزراعه. يعني مثلا ممكن اقول ممنوع التدخين مثلا، شرب القهوه خفيف مثلا، هاي الاشياء تعليمات بسيطه جدا اي حد يقراها يفهم فيها. طيب، فيما يخص الاشخاص اللي يعانون من ندبات او تشوهات في الراس او حتى منطقه اللحيه، هل تنفع معاهم عمليه الزراعه؟ اي ما شاء الله الحمد لله عندنا كثير حالات يونا كان فيهم تشوهات، فيهم ندبات كانت اما لجراحه سابقه او ان عمليه جراحيه تجميليه مش صحيحه، فيو سوينا وشفنا نتائج وايد حلوه، وفي عندنا عمليات لحرق منطقه الوجه كان الحرق، سوينا زراعه لحيه، بس قبل ما نقرر النتيجة راح تنجح أو ما تنجح لأن تيست خاص نسوي للبشرة نشوف هل بلاد سيركوليشن فيها زين، لأن أهم شيء الدورة الدموية في المنطقة تكون غنية، لأن أنا لما أزرع النتيجة الشعري أو البصيلة الشعر تحتاج ترتوي بالغذاء وبالأكسجين اللي الدم توفره لها، فأول شيء نفحص الدورة الدموية في المنطقة أوكي هنا إحنا نزرع. دكتورة، الفرق بين زراعة الشعر بالنسبة للرجال والسيدات، الفرق ما بينهم؟ طبعا خط الشعر لدي الرجل غير عن خط الشعر لدي المرأة. خط الشعر عند الرجل إذا تعرفون حرف اليو الإنجليزية، هاي رسمتها تكون عند الرجل. أما المرأة خط الشعر نفس الشيء يو بس تكون مقلوبة، هاي خط الشعر، هاي أول فرق. الفرق الثاني الرجل راسه أكبر ومساحة الصلع يكون أكبر من مساحة المرأة. المرأة أغلب السيدات اليوم عندنا صار عندهم تراجع في خط الشعر، يعني المنطقة تكون صغيرة وما نضطر إن إحنا نحلق شعر، نأخذ بس منطقة صغيرة من دونر إيريا من المنطقة المانحة، ونيلس يعني الفترة الزمنية من 4 إلى 6 ساعات. أما الرجل لا، نضطر أن إحنا نحلق الرأس كله. ليش؟ لأن المنطقة تكون كبيرة والدونر إيريا لما إن إحنا نأخذ البصيلات النسيجية لازم بشكل متفاوت نأخذ عشان بعد إحنا ما نضر المنطقة المانحة، فنضطر أن نطلع بس يعني نحلق الشعر كامل، والفترة الزمنية تكون بين 6 إلى 8 ساعات، بس أكثر شيء 6 ساعات إلى 7 ساعات. طيب، الفرق بين زراعة الشعر والعلاج بتقنية الخلايا الجذعية والعلاج بتقنية البلازما؟ انزل، أنا دائما أشرح هذا الشيء للبيشنت للمراجعين عندي بطريقة جدا مبسطة، خلني أنا أقولها بهالطريقة المبسطة عقب بسها بالطريقة العلمية. زراعة الشعر كأنك تأخذ فسيلة نخلة أو فسيلة زرع تأخذها من مكان وتزرعها في مكان ثاني، هاي هي زراعة الشعر. ناخذ نتيج بصيلة نتيجية ونزرعها في مكان ثاني. الخلايا الجذعية أنا دائما أشبهها بالبذور، لما تنثر البذور على الأرض
تطلع الزرع أو الحشيش هذا، هذه هي الخلايا الجذعية. نفس الشيء هي عبارة عن خلايا نأخذها من الأنسجة الإنسان نفسه. في نقطة ود مهمة، الفترة الأخيرة يجيك واحد يقول والله هذا بوكس فيها خلايا جذعية مستوردة من أمريكا ومستوردة من أوروبا، هاي البوكسات كلها فيها فيتامينات، ما يخصها في الخلايا الجذعية. الخلية الجذعية لازم يكون من الشخص، من نسيج الشخص نفسه، يعني حتى أمك وأبوك ما يقدرون يعطونك إياها، ولا ولدك، ولا أنت تقدر تعطي. يعني الحين مثلا، أما البلازما هاي الخلية الجذعية، أما البلازما فهي أنا أشبه البلازما بالسماد والماي اللي نروي فيها الزرع. يعني الزرع أنت زرعته وما أعطيته ماي، ما أعطيته سماد، ترى ما بيكون ضعيف وتعبان، بس ما ينبت شعر جديد. الخلايا الجذعية تنبت شعر جديد. فالبلازما هي فيها جروث فاكتور، يعني عوامل نمو، يقوي عوامل نمو، تقوي البصيلات الشعر، والبصيلات الضعيفة تنمو. فأنا ما أقدر أعطي بلازما من شخص إلى شخص ثاني، فكيف بالخلية اللي هي إحنا كلنا مخلوقين ترى من خلايا، يعني مجموعة خلايا تسوي أنسجة، مجموعة أنسجة تسوي أعضاء، فكيف أنا أجيب خلية في بوكس من أمريكا؟ وهذه هاي كلها يعني أنا أقولها، أنا ما أحب يعني إن أوعي الناس إن هاي هي فيتامينات. الخلية الجذعية تنأخذ من البطن، من الشحوم الموجودة في منطقة البطن، وندخلها في أجهزة خاصة، ونسحب منها الخلايا الجذعية وننثرها على منطقة الرأس اللي يكون فيها شعر. يعني أنا ما أقدر أعالج منطقة صلعة فيها بالخلايا الجذعية، لازم يكون فيها نسيج شعري. فننثر هنا، فجزء من هالخلايا تتحول إلى بصيلات شعر، تساعد النمو يكون أفضل. هي الخلية الجذعية عبارة عن خلايا بدائية، إذا حطيتها في منطقة مثلا نسيج عظمي يتحول إلى نسيج عظمي، إذا حطيتها في منطقة مثلا نقول لثة يتحول إلى نسيج لثوي. إذا حطيتها في منطقة مثل فروة الرأس فيها شعر، فيها غدد عرقية، فيها نيرف آرتري، تتحول لهالنوع، وجزء منها تتحول إلى بصيلات. الدكتورة مريم المنصوري، طبعا معلوماتك كانت مفيدة ومبسطة، أجبتي على كل الأسئلة اللي طرحناها. شكرا على تواجدك اليوم. كانت معنا الدكتورة مريم المنصوري، مؤسس ومدير المركز التركي لزراعة الشعر بدبي. شكرا لتواجدك معنا.